حاليا بالنفق يعني من بدايه المظاهرات احنا هنا المكان هذا احنا رتبناه هاي يعني الولد احنا مجموعه يعني هنا اغلب الموجودين من كل المحافظات يعني يعني جمعتنا المظاهرات هنا ورتبنا هذا المكان. احنا مستمرين طبعا الاعتصامات مستمره لحين تحقيق مطالبنا يعني التغيير يعني بالوضع السياسي ككل. انا من محافظه ميسان صاير لي 3 اشهر هنا وما راح ننسحب وباقين لما ما نطلع حقوق شعب العراقي. احنا مو جاي على بمود نفسي، على ناس هاي الابرياء، اكو ناس حاطه بالتجاوز، اكو ناس راح حقها، اكو شهداء عندنا بالعراق راح حقها. احنا هذا الفساد اللي بالعراق اللي يدور مو بس السراقين اكو امور نريد ان شاء الله نزيلها من العراق. احنا باقين لحد ما اخر قطره دم بينا هنا نطيها لهاي الارض. هنا الشباب من جميع المحافظات والاقضيه والنواحي متكاتفين بعضنا، وهناك هنا مشاريع قمنا بها داخل النفق مثل التدريس والتوعيه الاجتماعيه، وقمنا بعمل خدمي هو حمله التنظيف بالتعاون مع والتنسيق مع امانه بغداد. والله الدعم شخص اي جهه ما تدعمنا، اي جهه اللي يدعمونا الخيرين العراقيين الشرفاء اللي يرفضون الباطل والفاسدين. مطالبنا هو معروفه غنيه عن التعريف، هاي الوجوه الكالحه احنا بالنسبه لنا بعد ما نثق بهم ولا نتعامل وياهم كلهم مرفوضين. نبقى مستمرين بالاعتصامات وما نتراجع عن مطالبنا لاخر نفس بينا. احنا بالنسبه لي انا طالب بكليه طبيه بغداد، شفنا المآسي بالعيادات الشعبية والمستشفيات، عدم الاهتمام بالواقع الصحي اللي هو تعاني منه كل الناس. بخصوص القانون كتمريض ما مفعل من قبل الحكومة، وهذا كل طلابنا احنا قبل لا تصير هذه الاعتصامات طالبوا كثيرين، يعني ما صار حل، ما أعرف شنو مقصودها هاي القضية. بالإضافة إلى العلاجات والحوادث اللي قاعدة تصير بالطرق، زين المستشفيات تفقد إلى الحقن ضد النزف، يعني أنا ما شايف لدولة صاحبة نفط وجاه وعظمة واسم العراق ومستشفيات ما بها أبر ضد النزف، ليش هاي يعني مقصودة من وزير الصحة وزارة الصحة؟ متابعين يدرون لو يأخذون مثلا هاي العلاجات كلها يرمونها بالشارع أو يحرقونها ما نعرف. والله احنا من 25 أكتوبر ولا حد الآن يعني مستمرين. مطالبنا اقصاء الاحزاب وحكومه عادله والشعب يعيش يعني عيشه كريمه حاله حال الشعوب الاخرى، على يعني عندنا ثروات وعندنا مصانع وعندنا يعني طاقه بشريه. الخيم اللي هنا بالمحلات جميع المحافظات؟ اي من جميع المحافظات الجنوبيه من بغداد الى البصره. اي نعم نعم نعم. اكلنا شربنا مبيتنا. اي اي موجوده. اكو حد يدعمكم على لا والله مرات يعني نبات بلا عشاء مرات لانه الاكل مرات يشح ومرات يجي. ما هي رسالتك بالجهه؟ والله الحكومه هذا الشعب العريق صاحب التاريخ، يعني ما يصير هيك تبهذلونه تدمرونه. الشعب جائع ماكو فرصه عمل، الخريجين بلا يعني بلا تعيين، مصانعنا معطله، زراعتنا هاي العظيمه بلد السواد بلد الرافدين يعني صارت يعني غير قابله يعني غير صالحه للزراعه. تجارتنا احنا بس استيراد كل شيء نستورد، مع العلم احنا بلد من ارقى البلدان.